أصدقائي الأعزاء، مساء الأنوار، مساء السرور، مساء المساء على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة. حديثنا بمشيئة الله لهذا المساء من قناة صوت الإنسانية من القلب إلى القلب بعنوان الأخ أبو إيمان من منطقة جسر ديالة. يقول حج والله العظيم واحدنا ما أدري ليش يحكي، يعني للأسف الشديد يقول أنا قاعد يعني ورا الغداء وإجاني ابني طالب متوسطة، قال لي بابا شوف هذا ماكو حياء، يدوسون النعمة برجليهم. قلت لي يا بابا من هم هذولا يدوسون النعمة برجليهم؟ قال بابا هاي الراقصة ما أدري المطربة. قلت له بابا انت ليش تباوع على التيك توك؟ ليش ما تحذفه من التليفون مالتك؟ قال بابا أنا ما أباوع عليه هالقد، ولكن هسه باوعت. قلت له بابا لا تباوع بعد. يقول انطاني يا شفت أنا المقاطع حقيقة والله العظيم، يقول أنا يعني أنا من يمي خجلت، يعني مو على الفضاعة وعلى اللبس، مو على هذه الخلاعة واللبس هذا شيء ثاني، بس هاي العملة العراقية هاي مو مكتوب عليها جمهورية العراق، مو دا تنداس برجلين، يعني مثل العلم العراقي، احنا نقبل علمنا العراقي ينداس برجلين؟ إهانة للشعب، إهانة للدولة. هاك شوف هاي الفلوس وهاي الراقصة ترقص وتدوس عليها والموسيقيين وغيرها وهذا اللي بيد الميكروفون، يعني هاي الفلوس يدوسون عليها برجلين. وكو ناس يقول اكو ناس والله ما عتها فلوس، قنينة والغاز ب7000 ما عتها تشتري. يقول ليش هيك احنا يعني هسه مي خالف يعني ما نقولكم اغلقوا هالملاهي، بس لا تطلعون هاي الصور. والباقي عليك حجي يعني لان تعبان، يقول والله ما اقدر ان اتحدث، يقول هواي لان تعبان سكري والضغط وهذه. ودزيت الكياب هاي الظهرية، قلت له لا يابا ماكو شيء. اولا اخي العزيز انا اشكرك على ارسالك هاي الصور انه وهذا الموضوع. وهسه احنا يعني عندنا كلمتين ثلاثه نريد نقول اخواننا الاعزاء، السيد وزير الداخليه وكل من يهم الامر، يعني كل مسؤول لربما مو بس الداخليه، يا اخوان احنا ما نقولكم اغلقوا هاي الملاهي، ما نقولكم عيسى بدينا وموسى بدينا ومحمد بدينا، كل واحد بدينا، ما نقولكم اغلقوها، بس نقولكم خلوا ضوابط من هاي الضوابط عدم رمي العملة العراقية بالأرض وإهانتها، لأن هاي إهانة لكل عراقي، إهانة للجمهورية العراق، إهانة لرئيس الجمهورية، إهانة للقضاء، إهانة للحكومة، ما يصير هيجي. خلوا الملاهي مفتوحة من الصبح لليل، ما نقولكم سدوها، اللي يريد يروح يروح، إنا هديناه السبيل أما شاكرا أو كفورا، كيف الواحد خل يروحوا الناس للملاهي؟ ما نقولكم لا، ولكن مو منعوا العملة أن ترمي بالأرض وتدوس عليها الراقصة فلانة أو فلانة، هاي واحدة. النقطة الثانية ما نسمح لهم، قلهم ما نسمح لكم بتصوير هاي المناظر ونشرها بالتيك توك وبمواقع التواصل الاجتماعي. أكو عوائل طيبة، عوائل محافظة تطلع هاي المقاطع، عيب يعني. أكو صور ما نريد نطلعها، يقول يعني أنا هسه شخصياً وصور دا أشوف ما أقدر أطلعها حقيقة، لأن لازم يكون عندنا حياء حضوري، لازم يصير عندنا حياء، يعني عدم خدش الحياء يعني شلون ما أدري شلون والله. مو أكو بنات وأكو نساء وأكو رجال مؤمنين ناس طيبين، عيب يشوفون هاي الصور. هاي النقطتين نطالبه من الجهات المسؤولة، سواء السيد وزير الداخلية أو غيره، أو غير السيد وزير الداخلية، شوف من المسؤول. هاي النقطتين نقولهم يابا ممنوع تصويرها وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم رمي العملة العراقية بالأرض والدوسون عليها بقنادركم، يعني ما أدري شلون والله العظيم. احنا كتبنا قبل فترة هذا الموضوع، ولكن الأخ العزيز من يرسل لنا موضوع أو الأخت العزيزة، ما نقدر نقول لهم يابا احنا ما ننشر أو هذا. وهسه نقول لكم مع ألف سلامة وعاش العراق.